السعيد، هو استاذ امراض البطنه وكلى جامعه المنصوره، هيقدم ذا اذر سايد اوف ذا كوين سنتر سيرا كاتان بوتاسيوم ديسوردر. For introducing me, I would like to thank you, Sid, for the عمل الملائكي لكل المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي. وأحب أشكر الأودينس اللي استحضروا الدكتور حسين الساعة وشوية اللي فاتت دولت. أنا مدرك إنها هيفي دوز لأن هي فيها منتال ورك كتير. بالذات يعني حسين بسطها كمان، هي أصلاً أصعب من كده. يعني ديلينج وذ الصوديوم is very difficult لان هو بيتلخبط معانا في الفوليوم. يبقى ازاي يبقى واحد يبقى عنده صوديوم اوفرلود وهو عنده هايبوناتريميا؟ موضوع بيعمل شوشره في دماغ الناس. وازاي هو عنده مش عارف صوديوم اوفرلود وفي نفس الوقت انت عاوز تمنعه من الميه؟ وهو شويه كلام بيلخبطنا مع بعض. البوتاسيوم اسهل شويه. هو الحساب بعت التمبلتس كان فيها بوتاسيوم وفوسفورس. انا مور انترستد بالبوتاسيوم لكن هحاول اغطي الصوديوم بسرعه كده، الموضوع طويل. انا عايزكم تبقوا عارفين شويه في الكيمستري اذا كان ده ممكن، ان الموليكيولر بتاع البوتاسيوم 39، ها؟ بتاع الصوديوم 23، بس صغير قوي. هو ده يعني هتستغربوا ايه فائدته؟ فائدته ان احنا ساعات لما يدينا الوزن بالجرام بنبقى عاوزين نحسب الملي مول، وده مش هنقدر نعرفه الا لو احنا عارفين الموليكيولر ويت. الصوديوم از فيري البوتاسيوم اسف حسين اثر عليا دلوقتي. البوتاسيوم از فيري اباندنت في كل اكل بناكله، في كل حاجه بنشربها بكميات كبيره جدا. لدرجة ان هو بيقولوا ان الافريج دايت اللي احنا بناكلها المعتدلة بتحتوي على تقريبا 100 ملي مول بير داي. ال 100 ملي مول لما نيجي نتكلم على الصوديوم او البوتاسيوم او الهيدروجين ايون او البيكربونات، لما نقول ملي مول هي الملي ايكوفيلنت، بما ان هو يونيفيلنت او مونوفيلنت هنتكلم عن الملي مول هي الملي ايكوفلنت. فما تخضش، احنا ساعات نقول ملي مول او ملي ايكوفلنت، اتس ذا سيم. لما تكون حاجه دايفيلنت زي الكالسيوم او تترا فيلنت او بنتا فيلنت او كلام زي كده، في فرق كبير قوي بين الملي مول والملي ايكوفلنت. فالافريج امريكان اند ايجيبشن دايت مايت سبلاي اس وذ سمثينج لايك 100 ملي ايكوفلنت بير داي. 90% منها بيخرج عن طريق الكدني. يبقى انا عندي بس 10% ممكن تخرج عن طريق اذر سورسز، من اللي هيبقى ثرو ذا جات، وبعضها ممكن يخرج عن طريق السويت، بس الكلام قليل قوي. والنورمال سيرم تيست از بين كيبت ان ا فيري نارو ليميت ما بين 3.5 و 5، وبعض الريسورس السامحه لحد 5.5. الهايبوكاليميا والهايبركاليميا او ديستربس او ديسكاليميا بقى على وزن الديستربينا بتاع حسين is not uncommon as we meet it a lot في البراكتس بتاعنا. اللي بيبراكتس نفرولوجي بيقابل حالات كتير من هايبر اند sometimes هايبو كاليميا. اللي بيستخدم ادويه زي الدايوريتكس بيقابل هايبو، وبعض الادويه بتعمل هايبر زي السبارولاكتون والايس والاي ار بيز والسايكلوسبورين ولسته كبيره. اللي بيشتغل اندوكراين برضه بيقابل ديستربنس في البوتاسيوم، واللي بيشتغل جي اي تي برضه بيقابل ديستربنس. يعني اذا اتس فيري كومن. اللي احنا عايزين نعرفه بقى ان السيرم البوتاسيوم ده فيك، لان هو بيمثل جزء ضعيف جدا من البوتاسيوم. معظم البوتاسيوم حوالي يمكن 98% من البوتاسيوم is present inside a very large stone جوه السيلز. وهو في اكسشينج مع البوتاسيوم اللي بره السيلز، وفي حاجات بتكنترول زي ما هنشرحها دلوقتي. فانا لما ببص للبوتاسيوم معظمه جوه السيلز
وجزء كبير اقل من 10% بره السيلز وهم انسيلز اتش اذر. وبرضه من ضمن الحاجات اللي بتاثر على السيرم بوتاسيوم وعلى الترانسبورتيشن بتاعه الاسيد بيز ستيتس. عشان كده whenever you interpret any potassium level you have to look at the pH of the patient. اهم حاجه انك تبص على pH بتاع البيشن. وجود سيل فيها بوتاسيوم كبير كتير ده معناها ان دي السيل والاكت از ا بفر. يعني انا لو خدت كميه بوتاسيوم ممكن تعمل اوفر فلاجن للاي سي اف. يعني مثلا حجم الاي سي اف بتاعنا وليكن مثلا نقول 15 لتر وانا باخد في اليوم 100 ملي مول، معناه ان انا هزود على كل لتر حوالي 6 او 7 ملي مول هيدخلنا في سيفير هايبركاليميا. لكن هي ما بتقعدش جوه الاي سي اف، اللي انا باخده بنسبه 90% هيدخل جوه السيلز. فلو انا اتصورت ان في حاجه عكست السيل وخرجت جزء من البوتاسيوم هتعمل اوفر فلاند للبوتاسيوم في الجسم، واللي بيسبب مشاكل هي السيرم بوتاسيوم. بين جوه السيل بالمنظر ده وبره السيل قليل جدا وواقف على بوابه السيل سيستم من الانزيم اللي هو صوديوم بوتاسيوم ايتيبيز بيحرس هذا الفرق. وهذا الفرق في البوتاسيوم جوه وبره السيل هو المسؤول على البولاريتي بتاعت السيل، وهو المسؤول على الوقت اكتيفيتيز سواء الكتريكال اكتيفيتيز او احيانا اندوكراينال او اذر تايبس اوف اكتيفيتيز. يبقى وجود ذيس ديفرنس عامل 90 ملي فولت جوه السيل هو المسؤول على السيل فانكشن. فقدان الحكايه دي بيعمل مشكله كبيره جدا. A lot of factors ممكن تشتغل على الحاجات دي، الانسولين، البيتا 2 ادرينرجيك اجونست والثيرويد هرمون ممكن يشتغلوا على السيجنال بتاع الصوديوم بوتاسيوم انتيبيز، والانسولين ممكن يشتغل على ريسبتور ثاني غير الصوديوم بوتاسيوم، يعني له شغل من ناحيتين. في ديبولاريزيشن موجود في كل الاكسايتابل سيلز، وجود نورمال بوتاسيوم بيسمح بليفل من الديبولاريزيشن وبيخلي السيلز فانكشن نورمال. لو البوتاسيوم ده زاد في السيرم معنى كده ان في ديجري اوف مور ديبولاريزيشن بتحصل والتيشو ده بيبقى مور اكسايتد. لو البوتاسيوم قل بيحصل عكس، بيحصل هايبر بولاريزيشن والتيشو دي بتبقى ليس اكسايتد. يعني وجود ديستربنس في البوتاسيوم ليفل يؤدي الى تشينج في البولاريزيشن بتاعت السيل ويؤدي الى حدوث مشكله الكتريكال عويصه في كل السيل. طبعا كل الماسلز اللي في الجسم بتشتغل عن طريق الالكتريستي، كل النيرف اللي في النيرفس سيستم بيشتغل عن طريق الالكتريستي، بالذات البريفرال نيرفس. يمكن البرين محمي شويه من الافكت بتاع البوتاسيوم لانه منظم نفسه جوه البارير. بتوزع البوتاسيوم معظمه جوه المصر. لو نفتكر بقى الكالسيوم والفوسفرس والمغنيسيوم معظمه جوه البول، اما البوتاسيوم فمعظمه جوه المصر. لو حاجة عملت ديستربنس للمصل ممكن نلاقي فيه كارثة بوتاسيوم بتحصل في الجسم. زي ما اتفقنا ان معظم البوتاسيوم انسايد ذا سيل. احنا بناخد انتيك وبيحصل اكسكريشن وبيباي باس ثرو ذا اكسترا فلويد، ثم في بالانس بين الاكسترا فلويد اند ذا انترا فلويد. والحاجات دي هي الحارس: صوديوم بوتاسيوم انتيبيز، بيتا 2 اجونست، انسولين، الدوستيرو. حتى الالدوستيرو مش بس بيشتغل على الكدني، لا ده بيشتغل احيانا على الترانسبورتيشن اكروس سام سيلز. في حاجات زي الاكسرسايز، زي الاسيد بيز، زي الاوزمولاليتي، زي السيل لايسيس، زي الابنفرين. الحاجات دي كلها ممكن تاثر على البالانس اكروس ذا سيل ميمبرين. يبقى الحاجات اللي هتزود الترانسلوكيشن بتاع البوتاسيوم جوه السيلز اهمهم الانسولين، بيتا 2 ستيمولانس، الالكالوزس، الالفا ادرينو ريسبتور انتاجونست. من هنا بقى عكس البيتا الالفا.
الحاجات اللي هتزود خروج البوتاسيوم بره السيل الاسيدوزيس الهايبرجلايسيميا او الانسولين ديفيشنسي الاثنين بيعملوا كده. الانسولين ديفيشنسي هيبقى يقلل دخول البوتاسيوم ويزود خروجه، الهايبرجلايسيميا هتعمل ووتر دراج من الاوزموزيس وتخرج ووتر من السيلز غنيه بالبوتاسيوم السيتوسول. البيتا بلوكر الالفا اجونست ولو اي حاجه زودت الاوزموز. يعني انا فاكر واحنا نواب كان اول ما اشتغلت كان معظم عيني بيخشوا الاسم عندنا كانوا كابتن كلهم هيماتيبسس، وكان الرجيم اللي بيتاخد ايامها من الدكاتره بتوعنا الكبار ازاستين 25% في اليوم وازاستين 5% في اليوم، معرفش ليه بس هو ده الرجيم عشان يدي. فانا باجي الصبح الاقي الحكيمه جايه وتقوم معلقه 25% بشكل سريع، يعني عايز تخلص شغلها بسرعه. فكنا نلاقي العيانين بيحصل لهم سيمتومز غريبه قوي. العيانين بيشددوا بعد شويه ويحصل لهم ستيت كونشسنس من ال 25%. فما بقتش فاهم الظاهره دي لحد ما بدات افهم ان اثناء اعطاء ال 25% بيحصل سيفير هايبر اوزماليتي. السيرم صوديوم بيقل والسيرم بوتاسيوم بيزيد نتيجه خروج البوتاسيوم من السيلز، ثم الجلوكوز ينزل في اليورين يكون عمل ستيميليشن للبيتا سيل بدات تفرز انسولين وجت تدور على الجلوكوز مش لاقياها لان حصل نزول الجلوكوز في اليوم، ويخش العين في هايبوكالسيميا وهايبوماجنيسيميا وهايبوناتريميا وهايبركاليميا وممكن يموت من الرابد انفيوجن 25. حتى كانوا في من 15 20 سنه بيستخدموه كدايوريتك كاوزموتيك دايوريتك او كاوزموتيك ايجنت، بطلوها خالص. يعني تلاقي المنظور بيتكتب وال 25% معاك في طبعا هو كمان اثروجين. في حاجات بتشتغل اكيوت على الترانسيلر لوكيشن زي الانسولين ده بينهانس السيل ابتيك، الكاتكولامين البيتا ستيمولنت بالذات بتشتغل على الانهانس السيل ابتيك، الفا كاتكولامين بتنفل السيل ابتيك، الاسيدوزيس بتنفل السيل ابتيك، الالكالوزس بينهانس الاكسترنال بوتاسيوم بالانس بيحصل لوز كورليشن، سيل دامج طلع البوتاسيوم بره السيلز، الهايبر اوزمولاريتي بتنهانس السيل افلاكس السيتوسول بيخرج ومعاه كميه ضخمه جدا من البوتاسيوم. في حاجات كرونيك بتشتغل بس بمستوى بطيء قوي، كل دول بينهانس اللي هم اول اربعه الثايرويد والادرينال سترويد والاكسرسايز التريننج والجروث، كل دول بينهانس اليوتيلايزيشن اوف بوتاسيوم باي ذا سيل. نيجي بقى للهايبرجلايسيميا او الدايابيتس البوتاسيوم ديفيشنسي اتسيلف والكرونيك رينال فيلر، دول بيمبير دخول البوتاسيوم جوه السيل. الانترا سيلولار بوتاسيوم اللي هو الكي اي لما نقسمه على الكي اي اللي هو بره السيلز في النورمال كونديشن النسبه دي 30 اللي هي 120 على 4. لو الواحد دخل في توتال بودي بوتاسيوم ديبليشن يبقى جوه السيل بيقل وبره السيل بيقل، وتقسمها تلاقي النسبه علت بقت 45، يعني السيل واخد حقها. لكن لو انا اديت اي حاجه تعمل شيفت جوه البوتاسيوم جوه السيل برضه السيل تاخد حقها، تلاقي النسبه علت بقت 61. النسبه دي هي النسبه المهمه اللي هي الكي اي اوفر كي اي، البوتاسيوم جوه مقسوم على البوتاسيوم بره. هنلاحظ دايما ان السيل لازم تاخد حقها من البوتاسيوم. وطبعا الهارت بما انه a very important excitable tissue وهو طبعا الكاردك اكتيفيتي هي الانديكيتور اوف لايف، فبيتاثر بشكل جامد جدا مع البوتاسيوم سواء زيادته او نقصه، فيحصل تشينج في الاي سي جي واللي ممكن تؤدي بعد كده الى حدوث اريثميا ممكن تؤدي الى ديس. زي ما احنا شايفين اهو مع الهايبر والهايبوكاليميا في تشينجز في البي ويف في البي ار انترنال في البي ار اس الانترفال في الاس سيجمنت في التي ويف في اليو ويف في الريت في الريزم، يعني كل
كل المراحل الكارديان اكتيفيتي الالكتريكال اكتيفيتي بتاعتها كلها بتتاثر ب تشينج اوف بلازما بلازما ليفل. هنبدا نتكلم عن الهايبوكاليميا. والهايبوكاليميا من الديفينيشن اكتيف بوتاسيوم بلو نورمال. والديفرنشال دايجنوزز للديستريبيوشنال او نص او ديكريز انتيك، يعني عندنا ثلاث حاجات، يا اما حصل مشكله في الديستريبيوشن يعني التوتال بودي بوتاسيوم هو هو لكن حصل مشكله في الديستريبيوشن دخل بوستيلا اكتر، يا اما ديكريز انتيك وبالتالي اللص اكتر من الانتيك. وفي حاجه اسمها اوبليجاتوري بوتاسيوم لص، يعني اي شخص فينا بيفقد في اليوم ما بين 20 و 40 مللي مول بوتاسيوم اوبليجاتوري عن طريق الكدني وعن طريق الاذر بارت اوف ذا بودي. او الحاجه الثانيه هم بيكون في زياده في النص اكثر من طبيعي، يا اما عن طريق الكدني يا اما عن طريق الجي اي تي او احيانا عن طريق السكين. عموما السيمبتومز بتاعت الهايبوكاليميا تحصل اكثر زي اي ديستربنس ريكوايرد لو كان الموضوع سريع. وكل ما كان الموضوع بطيء اكثر كل ما الجسم بيحصل له نوع من انواع الاكوموديشن على السيمبتوم دي. فتحصل بالذات كمان لو كان البوتاسيوم بقى سيفير، يعني اقل من ثلاثه، وتزيد كمان لو كان اقل من 2.5. ف نلخص الكوزس، عندنا نوع اسمه سودو هايبوكاليميا، يعني ما فيش ديستربنس في البوتاسيوم حقيقي جوه الجسم، السيرم بوتاسيوم طبيعي ولكن قياسه هو اللي فيه المشكله. زي السودو هايبوناتريميا اللي كان بيتكلم عليها حسين شويه. يبقى سبيوريوس هايبوكاليميا. دي بتحصل في الناس اللي عندها اكستريم ليوكوسايتوزس. انا لما بسحب عين قدام ومليانه ليوكوسايتس، الليوكوسايتس دي لسه صاحيه وهي بره الجسم بتقعد تكونسيوم بوتاسيوم، لما بتعاني من شويه سكيميا بتكون جاي تكونسيوم بعض البوتاسيوم. عبال ما العينه توصل للاب ويحلل السيرم يلاقي البوتاسيوم بتاعه واطي، لكن داخل الجسم مفيش مشكله. وبالتالي نو سيمبتومز نو ساينز اند نو نيد فور تريتمنت. كل الامر ان انا لما باخد عينه المفروض ان انا اعمل لها رابيد سنتريفيكيشن قبل ما اوديها للمعمل بسرعه. او اعينها احطها ثلج او اعمل ادي احط عليها ماده تنهبت الاكشن بتاع الليكوسايتس. او السبب الثاني اللي ممكن يوطي البوتاسيوم اللي هو ريديستريبيوشنال انتراسيوري شيفت، وده يحصل لو العيان ده عنده زياده في البيتا 2 ادرينرجيك اجونست او بياخدها، او لو واخد درايفز زي برضه السيوفيلين او الباريان او الديجيبايند اللي بيعالجوا بيه الديجيتال توكسيستي، او واخد اكسوجينس جلوكوز او انسولين. طيب الجلوكوز بيعمل حاجتين، يا يرفع البوتاسيوم يا ينزل البوتاسيوم. ازاي؟ لو عمل هايبر جلاسيميا هيرفع بوتاسيوم، لكن لو ما عملش هايبر جلاسيميا لو تم التعامل معاه بشكل سليم عن طريق البنكرياس وطلع انسولين فبالتالي البوتاسيوم هينزل. يعني الجلوكوز يعمل الحاجتين، يا يعمل هايبر كاليميا يا يعمل هايبوكاليميا. يعمل هايبر كاليميا لو الليفر بتاعه عالي قوي هيعمل اوزموتيك دراج من السيل تخرج السيتوسول وشايل معاه بوتاسيوم كتير من جوه السيل فبالتالي يعمل هايبر كاليميا. والعكس صحيح، لو انا اديت جلوكوز ببطء وطلع انسولين من جوه الجسم ما حصلش هايبر جلاسيميا يبقى ده بيكاري البوتاسيوم جوه السيل. الحاجه الثالثه زي الناس اللي عندها حاجه اسمها بريودك باراليسيس. البريودك باراليسيس في منها نوعين، في نوع هايبوكاليميك ونوع هايبركاليميك. وانا الحقيقه اللي عرفتهم شفت الهايبوكاليميك اكتر، يعني يمكن شفت مثلا 10 هايبوكاليميك وواحد او اثنين هايبركاليميك. فالهايبوكاليميك بريودك باراليسيس كتير. انا مش عارف اذا كان يعني صفت معايا كده ولا هم كده. لو واحد عنده ميجالو بلاستيك انيميا واديت له تريتمنت بتبدا السيلز تتكون كتير تكونسيوم بوتاسيوم يحصل هايبوكاليميك. دي كلها بتعمل شيفت جوه السيلز، يعني مفيش نقص حصل من توتال بودي بوتاسيوم ولكن حصل ريديستريبيوشن من بره السيلز لجوه السيلز. This translocation might cause hypokalemia. ومع ذلك مع ان توتال بودي بوتاسيوم هو هو لكن الكونديشن از سيلز. This hypokalemia might cause problem. Decrease in total body potassium زي ما قلت لكم بيجي يا اما في inadequate intake يا اما في لوسز عن طريق الكدني او لوسز عن طريق بره الكدني.
واكثر مكان بيحصل فيه لص بره كتير هو الجي اي. اللص عنقريه السويت ضعيف جدا لان اللتر السويت بيحتوي على 5 ملي مول بوتاسيوم و5 ملي مول صوديوم. فعلشان الواحد يفقد بوتاسيوم عنقريه السويت لازم يبقى رينج السويت يعني يفقد زي ما حسين بيقول في الساعه 4 لتر ولا حاجه، يبقى يفقد في الساعه 20 ملي مول بوتاسيوم. لو قعد يعرق 20 ساعه في اليوم ولا 15 ساعه في اليوم ممكن تبقى كميه كبيره، لكن بخلاف كده نادرا ما البوتاسيوم بيعمل كده. على فكره بذكر حكايه العرق دي، اللي بيحصل الحجاج في الصيف بياخدوا معاهم براس ملح، بياخدوا معاهم صوب تابلتس علشان ما يحصلهمش الاكزوشن والهايبرتيمال، بس ان هو بيعرق كتير ويعطش يروح لميه زمزم ما فيش اماكن كتير يشرب، كل شويه عمال بيشرب ميه هو على فيحصل له هيك اكزوشن، يحصل له هايبرتيمال ممكن يخش في السن. زي اي حاجه في الميديسن، عيان عنده هايبوكاليميا اول حاجه اعملها اخد هيستوري. طبعا يعني انا بتعامل مع الحاله على حسب هاو سيريس ذا كيسز. انا ممكن اشوف هايبوكاليميا اول حاجه اعملها دوب دسم، لان شايف ما قدامي اي سي جي بروبلم او كلام زي كده، فبيبقى اول حاجه اديله دسم. لكن وانا بعالج حتى لو هي ارجنت اي هاف تو سيرش فور ذا كوز، فاول حاجه هتعرفني الكوز لازم الهيستوري. ومن اهم الاسباب في الميديكال براكتس هي الدايابيتس، لان الدايابيتس ار بين يوز از ان انتي هايبرتنسيف. الهايبرتنسيف از فيري كومن في التريتمنت اوف كارديك ديزيز، في التريتمنت اوف ايديما، في التريتمنت اوف رينال ديزيز، فدي ار كومن. حتى بعض الناس بياخدوها في اعشاب عشان تخسيس وحاجات زي كده. فلازم اول حاجه بقى ابحث عنها في عيان عنده هايبوكاليميا برضه في هايبرتريميا هي الدايابيتس. والحاجة الثانية اجي اعمل ايفالويشن عيان اشوف الفاكتورز اللي ممكن تؤثر السيل ديستريبيوشن، زي الاسيد بيز، زي الانسولين، زي الجلوكوز، زي اي مانيتول، زي اي اوزموتيك ايجنت. وبرده ما انساش ان في لاب ايرور اللي هي السودو هايبوكاليميا اللي ممكن تحصل نتيجة انتراسيور ابتيك اوف سيرم تسل اوتسايد ذا بودي مع اليوسيد. البيتا 2 اكلست الانسولين والبي 12 ريبليشن عشان لو غلطان انيميا والالكالوز، كل الحاجات دي احنا ناقشناها قبل كده. الهايبوكاليميا بيريودك باراليسيس ده ريال وبيجي باكيوت ايبيزوديك ماسل ويكنس اوفن فولوينج هاي كاربوهيدريت ميلز او بعد اكسرسايز. انا شفت حالات يعني يمكن 7-8 حالات او يمكن وصلوا 10 حالات على مدار عمري منها، وكانت فعلا حالات جايه بسيفير ماسل باراليس وبتتكرر، يعني نفس الحاله ممكن بعد فتره تيجي لها نفس الاعراض تاني. ودايما بتيجي انفابلز. بيقولوا انها اكثر في الايشن والمكسيكان ديسنت هم اللي فيهم ريسك عالي كده. طبعا بعد ما بعمل اكسكلوجن للريديستريبيوشن بتاع البوتاسيوم لازم اعمل اسسمنت للبلاد بريشر والاسيد بيز ستيتس. يستحسن احاول اقيس اليوريا بوتاسيوم اكسكريشن علشان ده البوتاسيوم معظم الاكسكريشن بتاعه اللي بيخرج من الجسم خارج عن طريق الكورت كان كولكت الضغط، لان معظم البوتاسيوم اللي فلتر كله بيبقى تقريبا 100% ري ابزوربر في البروكسيمال بارت اوف ذا ريترون، وكل البوتاسيوم اللي بيظهر في بعد كده بيبقى سكرين. الالستيوم طبعا بينهانس اليومن نيجاتيف اوكسجين اند انكريز تيوبر فلو اند سوديوم ديليفري للكولكتنج داكس، وبيزود البوتاسيوم اكسكريشن. عشان كده اي عيان بياخد الستيروم، هو الالستيرون مش موجود كدرايف في حد ذاته، لكن في البرودري كورتيزون وفي بعض الحاجات اللي فيها مواد شبيهه بالالستيرون زي العرقسوس. الليبرس. الليبرس فيه ماده شبيهه بال، هي مش شبيهه، هي بتعمل ستيميوليشن للريسبتورز بتاعت الالستيرون. فبتؤدي الى حدوث نفس الاعراض كان الواحد عنده هايبر الستيروز. واشهر حاجه البوتاسيوم.
يا ريت اقدر اجمع 24 يورين اور من سيكريشن من اليورين. ولكن لو لقيت البوتاسيوم اكثر من 30 ملي مول ده معناه ان في بوتاسيوم نص عن طريق الكلى. لو لقيت البوتاسيوم اقل من 20 غالبا البوتاسيوم وصل من مكان تاني غير الكلى. ممكن استغنى عنها بان انا اعمل يورين بوتاسيوم كرياتين ريشيو، وان انا اقيس اليورين بوتاسيوم واقيس اليورين كرياتين واقسمهم على بعض احسن من البوتاسيوم كرياتين ريشيو زي اي حاجه. الديكريس توتال بودي بوتاسيوم يحصل عن طريق يا اما اكسترا رينال زي ما اتفقنا يا اما رينال لوسز. الاكسترا رينال زي الناس اللي عندها دايريا، وفي الغالب ده مش كونسيل دايريا، دي اوفر دايريا، دايريا واضحه قدامي عيان بيشتكي منها ومعاها كميه ستول كبيره. عكس حاجه كنت برضو انا البروتين يوزنج انتروماسيت فاهم ان لازم يكون العيان بيجيب برضه كميه دايريا كبيره. فوجئت ان بعض الناس ما بتشفيش بالدايريا خالص، اكتشفنا ان عندها بروتين يوزنج انتروماسيت، لكن البوتاسيوم مش كده. او ناس معمول لها درينش في الفيستولا، او عندهم فيلاس ادينوما ودي تيومر يبقى في الجي اي تي، او عندهم انتراكتبل فومتنج، او تحصل لهم لوس في الريسبريشن وزي ما بنقول ده قليل، او دي نقص بقى في الانتيك الريتس نيرفوزا او الناس اللي بتاخد تي ان بوست ميل دخلوا من البوتاسيوم تمام. الرينال لوسز تبقى مع الجنرال كورتيكويد او جلوكورتيكويد اكسس. بارتر سيندروم دايوريتكس سايزايد او لوب او اوزموتك دايوريتكس. طبعا في دايوريتكس ما بتعملش هايبوكاليميا اللي هي بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، وفي ثلاثه منهم كانوا موجودين في الماركت، الاميلورايد والسبيرولاكتون والترايمترين. السبيرولاكتون هو اكثر واحد مستخدم في مصر، الاميلورايد غالبا مع درجه ثانيه مش موجود كان ماده حره، والترايمترين كان موجود في مصر من 10 سنين او 15 سنه دلوقتي ما عادش موجود بس موجود في الاماكن الثانيه. في الاورشه؟ فاكر ازاي مصر؟ اول مره اعرف. في كاتيجوري كبير قوي اللي هو رينا تيوبر اسيدوزس، وده 3 امبورتنت تايبس، تايب 1 تايب 2 وتايب 4. تايب 4 از هايبر كاليميك تايب اللي هو هايبر ليميك هايبر اسيدوزس. اما تايب 1 و تايب 2 ار هايبوكاليميك تايبس فيها لوس اوف بوتاسيوم من الرينال تيوبس. ليدل سندروم، وده بيختلف عن الفاردر سندروم بانه غالبا هايبر تنسيف. الاكيوت لوكيميا والاريثروسيكولوس دول كلهم عندهم رينال لوس اوف بوتاسيوم. الكرونيك ميتابوليك الكالوزس بيخلي الرينال تيوبس سكريت بوتاسيوم اكثر في الطبيعي. انا بس عايز اقول كلمتين عن ايه هو البارتر سيندروم. ده كونجنتال ديسوردر هو وجهه المال بريزنتد ويز هايبوكاليميك ميتابوليك الكالوزس ريزلتنج فروم ابنورماليتيز ان ذا لوب دايوريتيك سنسيتيف صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورتر ان ذا سيت اسيندنج لينك اوف ذا روب هيم. ده البارتر، يعني البارتر هو عباره عن مشكله في اللوب دايوريتيك سنسيتيف كو ترانسبورتر ويعمل هايبوكاليميا والكالوزس. الجيت المان هو عباره عن مشكله في الريسبتورز اللي هي اللي موجوده في اللي هي بيشتغل عليها السايزايد دايركت سنسيتيف صوديوم كلورايد كو ترانسبورتر في الديستال تيبيول. يعني الفرق ما بين التو كونديشنز دولت ان الفارتر كان الواحد بياخد لازكس، الجنتلمان كان الواحد بياخد سازايت. فالريسبتورز بتاعت الادويه دي شغاله على الفاضي. عندها كونستيتيوتيف ستيبيوليشن لوحدها، ودي حاجه جينيتيك. الجنتلمان عاده البارتر عاده بيحصل في اطفال صغيرين. ومعظم حالات السبيل. في حالات بارشال بارتر شفناها، لكن معظم حالات السبيل. اما جيت المال فحالاته اقل في السبيلتي، وممكن بعضهم يجي في ناس اكبر شويه في السن. برضه الناس اللي بتاخد امينو جلايكوزايد زي جنتامايسن فترات طويله
ممكن يبقى عندهم بارتر لايت سندروم ريزالتنج فروم اكتيفيشن اوف ذا كالسيوم سيستم ريسبتور في السيت اسيندنج ليمف thereby inhibiting the sodium potassium chloride cotransporter in the same acid. فعشان كده من ضمن المشاكل في الناس ديت يعني الامايلين برازايك نيفرو توكسيك ولما يحصل معاها كمان هايبوكاليميا يبقى مور نيفرو توكسيك. الليدر سندروم هو عباره عن gain in function mutation في الابيثيليال صوديوم شانل اللي هي اميدورايت سنسيتيف صوديوم شانل موجوده في الكونكتنج اند كورتيكال كونكتنج بايت. ده معاها ده اوتوزومال دوميننت ويوجوالي معاها هايبرتنشن وهايبوكاليميا وما هوش ريسبونسيف للسبيرولاكتون ولكن ريسبونسيف للاميلورايت. والطريقه دي دي المانيفستيشنز كده تقول لك هي دي بتبتدي كمان بتخلي نفس السبيشال ديجنوزز يعني شخصته ويكتب السبيرولاكتون السبيرولاكتون سواء كان برايمري اكسبلوزيف او سكند اكسبلوزيف او سودو اكسبلوزيف يبقى هيعالج الا بيديت للشخص ده سبيرولاكتون اسبوعين وما جابش نتيجه وعمل شيفت على الانوريدا برايمري جاب نتيجه يبقى العيب هنا في السودو اكسبلوزيف واحط ايد على ليفل سندروم واعمل جينات الصرف. السيمتومز بتاعت الهايبوناتريميا كتيرة لكن أنا هقسمها. أول حاجة كارديك أهم حاجة منهم أبنورمال إي سي جي. أبنورمال إي سي جي معناها إن أنا بكتشفها بالصدفة. كذا حالة ببص على الإي سي جي ألاقي في مانيفستيشنز أشوف أعمل سيرم تيست ألاقي واضح. الحاجة الثانية واحد يجي يشتكي من أريسمي أتيروميتريكول. الحاجة الثالثة واحد يجي بديجيتال بروسيس. يبقى ده بالنسبه للتارجت. اصل دول سؤال في التابع المسكين. ليه مش ده ليه هايبوكاليميا بتزود الستيرويد اسوسيشن؟ ليه هايبوكاليميا بتزود الستيرويد اسوسيشن؟ الديجيتال بيشتغل على ايه؟ السيستم بيشتغل على الستيرويد. صوديوم بلاسم انت بتعمل له ايه؟ انهبيشن اسوسيشن. بيعملوا له انهبيشن والهايبوكاليميا بتعمل ايه؟ انهبيشن اسوسيشن. الانهبيشن هو اللي بيشعر يعني كانهم بتنشدي مش اصغر فده يسوي التكسيس بتاعتك لكن انت شايف الانتكسيكيشن بتعمل هايبر كاليميا او بتسيب الهايبر كاليميا يبقى هايبر كاليميا تسوي بتستخدم الانتكسيكيشن لانها هتعمل نفس الميكانيزم بالفيتاس فده كانك انت عملت مور انهبيشن للمخ فده يعمل ارزم عليك. الديجيتال سيستم بتعمل هايبر كاليميا بالذات الاكتيف سيستم لانها بتعطل الصوديوم داسك اكتيفيز فبتخلي الدسم بره السيلز لكن في الكورونا توكسيستي مش بتعملها لان الدسم اللي بيخرج من الكلى فتيجي تعالجها تلاقي مشكله لان تقدر تقول الدسم بيبقى قليل فبتيجي توقف الديجيتاز او تدي ديجيباين السيلز تاخد حقها من الدسم اللي كانت مفتقده تخش عنده في هايبوكاليميا وهو على ديجيتاز لسه التوكسيك دوز موجوده فبيخش ممكن اندكشن للتوكسيستي. من ضمن المشاكل بتاعت الهايبوكاليميا ان يبقى في فاريو بلاد بريشر ودي حالات غريبه قوي يعني تقيس البلاد بريشر وترجع تقيسه تاني واحد تاني يقيسه تاني جهاز بايظ وتجيب جهاز تاني وتاني ما بيعرفش يقيس وتقيس وراه كلام زي كده والدراع الاولاني والدراع التاني تلاقي الضغط عمال بيتغير من وقت للتاني. وفي كمان ديكريست بريسور ريسبونس للهاند ديسبلين يعني العيان ده لايبو اكتر ناحيه الهايبوكاليميا. نيورو ماسكولار مهمه جدا العيال ده بالنسبه للجي اي بي كتير قوي بيبقى عندهم كونستبيشن وتصل الى درجه الكيليس وبتحصل في الاطفال كتير جدا بعد الجاسترونترايتس وبتحصل كمان في الكبار. تلاقي العيان جه في الكيليس فعلا من الهيكل. الاشكال وحش قوي جدا راح تقول انا عندي حاله فيها سيرجيكال اب ويقول لك البوتاسيوم بتاعه غلط ويقول لك الدكتور كلى وهو اللي بيكتب البوتاسيوم. اه. اشكالها غبي قوي. السبيتا ماسل ويكنس تصل الى درجه الباراليسيس. ودي كومن زي ما اتفقنا ان في حاجه اسمها هايبوكاليميك بريودك باراليسيس. لو الوسط بوتاسيوم او البوتاسيوم ديبليشن ده جه سريع ممكن تصل درجه الديس انتجريشن اوف ذا ماسلز يحصل رد مايوريسيس وممكن يحصل كمان سبارات باراليسيس. شفنا حالات كانت بتاخد ستيرويد ومعش عارفه تبين مع الفنتليتور بسبب الهايبوكاليميك لما كان البوتاسيوم بتوصل لها. في الكيدني بوتاسيوم له الوت اوف توكسيك افكت على الكيدني الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا بتقلل جي اف ار وبتقلل الابلازما في
فلور، بتعمل بولي يوريا وبولي ديسيا وبتعمل كونسنتريشن ديفكت في اليوريا وبتعمل نيتروجينيك دياليسيس سيرفيس. بتزود لنا الامونيا برودكشن، بالتالي ممكن لو عيان عنده ليفر ديزيز تبريزنتيت هيباتيك انسفالوباس. الهايبوكاليميا ممكن تعمل صوديوم ريتنشن عن طريق الرينال تيوب، بتعمل كولايد ويستنج وبتعمل ميتابوليك الكالوز في حد ذاته. يعني عن طريق الكدني الهايبوكاليميا بتزود الري ابزوربشن او بتزود السكريشن اوف هيدروجين. الهايبوكاليميا اللي هو برضه اندوكراينال افكت، اول حاجه انها بتقلل الرينين وتقلل الستيرويد. كمان بتقلل الانسولين سكريشن وتقلل الانسولين اكشن. يعني هايبوكاليميا دايبيتوجينيك في حد ذاته. وممكن كمان تكون لها علاقه بالبروستاجلاندين، بتزود البروستاجلاندين سكريشن. في علاقه وطيده ما بين الهايبوكاليميا وبعض انواع الاسيد بيز ديستربنس. الهايبوكاليميا والميتابوليك الكالوزس دايما ايديهم في ايدين بعض. كومن اسوسيشن. طبعا ما هوش 100% لان في ساعات ميتابوليك الكالوزس مع هايبوكاليميا وساعات هايبوكاليميا معاها اسيدوز. الالكالوز ممكن يبقى هو الكوز بتاع الهايبوكاليميا، والهايبوكاليميا ممكن تكون هي الكوز بتاع الميتابوليك في بعض الاحيان. طبعا السايزايد والدوبلوريتكس الاثنين مع بعض يعملوا الهايبوكاليميا والالكالوز. المينرالوكورتيكويد والجلوكورتيكويد اكسس الاثنين برضه بتعمل حاجتين مع بعض. الفوميتنج لوس اوف بوتاسيوم اند لوس اوف هيدروجين ايون اند ريجين اوف بايكربونيت عن طريق كده. البارتر سيندروم في حاجتين وبرضه جيت المال. والمغنيسيوم ديبليشن يعمل حاجتين، يعمل هايبوكاليميا ويعمل الكالوز. لكن بعض حالات الهايبوكاليميا بعد ميتابوليك اسيدوز موجوده ضاريه. الكربونيك انهيدريز انهبيتور، وده بنستخدمه احيانا في الجلوكوما وبعض الاحيان بنستخدمه في السي او بي دي. عشان الكالوز. رينال تيوب اسيدوز تايب 1 اند 2 طبعا الاسيدوزس ومعاها لوس اوف كالسيوم، والناس اللي عامله يوريترو سيجموندوستون. ده اي سي جي زي ما انتم شايفين ده انا جايبه من على النت، وادي ادي بيو ويف اهي واضحه، بس التي هنا لسه كويسه. ده اي سي جي بقى مش عارف عندي ولا ما عندي. هنا بقى التي ويف اتقلبت واليو ويف واضحه، ودي مرحله بدات المرحله دي. بعد كده ظهر اهو الدريكال توبكس، بعد كده بتزيد الالكتروبكس ممكن تصل الى بي اف. لما اجي اعالج الهايبوكاليميا ابقى فاهم ان انا لو البوتاسيوم بتاعي كان 3 ونزل من 4 ونزل ل 3، ده معناه ان حصل ديفيسيت على الاقل 100 ملي كوبر، عكس ما كانت الناس فاهمه ان انت بتشوف الديفيسيت قد ايه بالاي سي اف وتعوضه. لا، لان معظم الديفيسيت جاي من جوه السيلز اللي انت مش شايفه. فبالتالي بتقدروا ان نزول البوتاسيوم 1 ملي مول ده ممكن تبقى معناه فقط تقريبا 100 ملي ايكوبلنت من الجسم. ولكن العلاقه ما هياش لينير زي ما هي واضحه كده، لان كل ما الفقد بيزيد كل ما النقص البوتاسيوم بيزيد كل ما كميه الفقد بتاعت الجسم من الجسم بتزيد. فانا لما باجي اعالج العيان بعمل استيميشن للديفيسيت. لو البوتاسيوم بتاعي 3 بقول ده مايلد وانا عندي ديفيسيت حوالي 100 ل 200. لو بوتاسيوم من 3 من 2.5 ل 3 ده مدرك، ما عندي فقد حوالي 400 وما عنديش مانيفستيشن يعني ثابته. لكن اقل من 2.5 ده سيفير، والعيان ده فقد اكثر من 800 ملي كوفلان بوتاسيوم في جسمه، والحاله دي دنجرس. فلازم التريك هنا يبقى انرجيتك. دي العلاقه ما بين السيرم بوتاسيوم وبين التوتال بودي بوتاسيوم اللي حصل لي. لو نشوف كده كان 4 مفيش ديبس اهو، 3.5 ديبس حوالي 100 تقريبا او 150. لما بقى 3 ديبس عدى 200، 2.5 ديبس 400، 2 ديبس وصل لحد 800، اقل من 2 لسه شايف عينك الديبس بتاعها 1.4، اعتقد الديبس بتاعها معدي ال 1000. يعني سيفير بوتاسيوم ديبليشن. طبعا لو الحاله مايلد علاج البوتاسيوم هو الهايبوكاليميا هيعالج السبب، لكن لو العيان في مشكله لابد ادي البوتاسيوم. الروت اوف ادمنستريشن طبعا الكورال روت بريفيرد في الحالات البسيطه،
اما لو الحاله سيفير او مانيفست او عندها اس جي تشينجز فلازم ابدا اعمل انترفينس ريبليسمنت. الريت بتاعي بدي من 100 ل 250 ملي كوبلت بير داي. لو هي مايلد كيس هيبقى 100، مودريت 200، سيفير كيس يبقى انا محتاج قد 400. وفي البارنتال في شويه بريكوشنز ان انا بدي 10 ماكسيموم 30 ملي كوبلت بير اور، لان لو اكتر من كده يبقى في مشاكل عقارات ممكن يحصل اريزم، فلازم ما ازيدش عن من 10 ل 30. يعني انا عاده ما بزيدش عن 20. ولما اجي اعالج بالبوتاسيوم ابقى ريجلر وسلو عشان اسمح بدخول البوتاسيوم في الستورز بتاع الجوستر. والبيشنت اصلا مش في البريفرال بين، في البريفرال بين البوتاسيوم اكثر من ثلاث امبولات او امبولتين في الازازه بيدي سيفير بين في وممكن يبوظ البيس. فالاحسن لو انا هدي اكثر من 20 في الفرليت في 500 احطه في سي بي سي. وكل ما انا اخش في لارج بين احسن. يعني في البيز الصغيره بتاعت الدوزه بتاع الهاند وكلام زي كده، كل ما البيز كان صغير كل ما بقى التوكسيك افكت بتاعت البوتاسيوم على الاندوسيليم اصغر. الصوت اللي موجود عندي معظمنا بيستخدم البوتاسيوم كلورايد، دي بتبقى مفيده في الالكالوز لان الكلورايد بيعالج الالكالوز. لكن ممكن استخدم بوتاسيوم كربونيت او اسيتيت او ستريت برضه في حالات الاسيدوز، او بوتاسيوم فوسفيت بس هو مش موجود الا في اورا لكن مش موجود في مصر لحد ديك ليه؟ لان فيها فوسفيت ديبليشن في الاسيدوز. بس انا مش عارف الاسيدوز ليه بدي كلورايد. هو الكلورايد هو دايما هو الموجود. لكن الكلورايد غالي برضه، احنا لو اللي هي احنا كلنا بنكلفرولوجيست ما بنكتب لجنه البوتاسيوم في ورقه العلاج بنبقى نون بروفيشنال. فانا قررت ان العيان ده فيه مودريت تو سيفير هايبوكاليميا وقررت اديله اي في بوتاسيوم. ما ينفعش اقول ايه 1 جرام، جرام اللي هو البودره الموجوده او البودره بتاع ده سوى 10 ملي كوبري. ما ينفعش اقول احطه في ازازه وخلاص وبتاع، بتحسب التمويل الكبرى تلاقي جنيه ملي كوبري. المفروض يبقى في ريت معين بنلش عنه واللي هو حضرتك 10 ملي كيلو في الاول اقل من كده انا هاخد موز بقى ولا ولا بلح ولا الكلام ده. يعني يمكن الصوره انا وريتها الاول يمكن ما وقفش عندها، لكن هتلاحظوا ان صباع الموز احيانا لو موز صومالي حلو يعني ممكن يحتوي على اوفر 10 ملي مول من البوتاسيوم. يعني ممكن يبقى مول افكت حتى عن بعض الادويه اللي بنديها. يعني البوتاسيوم سيرب اللي احنا بنديه ده افتكر المعلقه فيها يمكن 3 او 4 ملي مول حاجه بسيطه. انا اقصد استرس على انا قررت اكتب بوتاسيوم انفيوجن، هل بوتاسيوم انفيوجن بريك مول بير اور 10 ملي جرام بير اور وما ريبيت السيرم بوتاسيوم. مش هقول بقى ياخد 10 احط بتاع 500 واسمه الثاني وعيش مول بير اور بوتاسيوم. اسمه درجات خلاص. لازم. لا هو انا لازم ابقى عارف الدبس قد ايه وانا عايز اعوضه في قد ايه، وانا بعوض الدبس كمان بعمل حسابي ان في ديلي نيد، يعني في ديلي ريكوايرمنت اللي هو تقريبا بيبقى ما بين 50 و 100 مللي مول بير داي. يبقى ما قلش عن 10 مللي مول بالاور. اذا كنت ادي انفيوجن وبديه انفيوجن وبقيس السيرم بوتاسيوم، مش هقول ادي 200 سم بقى كل 8 ساعات او كل 12 ساعه، ده مش علاج خالص لغايه كده. في درايفر لسه ما فهمناش وصلنا ليه كده. هو لازم يبقى فيه انفيوجن. هو انا اعتقد ان عنده بيبقى مصدر. والانتراكشن اكوردنج للاب ريفرنس. بيبقى فوستر، وما دام فوستر اكيد هو بياخد انفيوجن على ريت معين. هو الجرام فيه حوالي 13 ملي مول 13 ملي مول بوتاسيوم كلورايد. في ازازه اسمها كاداليكس كانت موجوده، ما اعرفش ما زالت موجوده ولا لا. الازازه دي فيها جرام، فيها 2 جرام في اللتر، يعني الازازه فيها جرام، فيها 13 ملي. واحنا بنحط عليها امبولات، زي امبول بيبقى موجود في السوق فيها امبول في 10 وفيها امبول في 20، فبنزود الامبولات حتى نوصل للكميه اللي احنا محتاجين نديها على ريتم الفيوجن. هي مواساه هندسه. لو سمحت لي بس بالنسبه للاكسيدات في انا لقيت حافظ عليه. ليه؟ احنا كنا في العلاج المركزه كنا ندي كذا اكسيدات ونضيف عليه فعلا جرام طبعا السيرس بتاسل او جرام بتاسل تريبل ستريس ونبقى ماشيين بهذا الكلام. الكذا عيبه ان فيه جلوكوز 5 في اليوم.
ما هو ده البروبر سورس مش هو البروبر فلويد للمانجمنت اوف هايبوكاليمس، لانه بيعمل سوليوشن للانسولين ممكن يعكس لي المانجمنت اوف هايبوكاليمس. فالصح ان انا احط البوتاسيوم يا فرق يا فيلير، وضع عيني على الكرايس لكن الجدرس ما ابعد عنه. يا المساله هتبقى معقده شويه، لكن انا هبص للفلويد نيدز وللصوديوم وزي ما بقول. بس هو في ميزه في السيلز، السيلز بعد مرحله معينه بتشبع، يعني ما عادش هتاخد اكتر من اللي هتاخده. يعني بعد ما تموت حتى لما بتدي جلوكوز وانسولين وكلام زي كده عند درجه معينه السيلز هتبقى واخده حقها، مش هتبقى عايزه زياده برضه. واحنا بنعالج الهايبركاليميا يعني نفس الحكايه. خلينا نقول برضه في ادويه ممكن تساعدني في الهايبركاليميا، ممكن ادي بوتاسيوم سبيريت دايوريتكس، اسبانولاكتورين، اميلورايد، وكلامترين. طبعا في البيشنت اللي ما هوش ديهايدريت ممكن استخدم ايز انهيبيتورز لو واحد هايبرتنسيف، ممكن استخدم اي ار بيز بارس، او ممكن استخدم بيتا بروبر، او ممكن استخدم سايتوكورن او ترايميدوبرين في الشخص اللي محتاج حاجه زي كده. ممكن اغير نوع العلاج اللي عام بياخده بحيث يناسب درجه الهايبوكاليميا اللي بره. بس ابقى حذر في الهايبوناتريميا، لو في هايبوناتريميا ما تجيش برانسوبيم، لانه بيعمل هايبوناتريميا، لان هو بيبهير في الجسم زي السرطان بالظبط. يعني احنا اوير ان هو بيعمل هايبوكاليميا، لانه بيبلوك التورا سكريشن، لكن مش اوير اكتر من الهايبوناتريميا اللي فيها. فهو بيعمل هايبوناتريميا. نتكلم عن الهايبركاليميا. والهايبركاليميا دي سيرم بوتاسيوم اكتر من 5، في ناس بتعبر عنها اكتر من 5.5. وريسك فاكتورز هي اكيوت او كرونيك كيدني ديزيز، او اي حاجه عامله انهبيشن للرينين اند ريتنشن اند سيرم سيستم. الكلينيكال مانيفستيشن برضه ماسل ويكنس، اي سي جي تشينجز، ولايف سيتنج كارديك اريثميا او باراليسيس. نفس اللي بيعمله هايبوكاليميا بيعمله هايبركاليميا، بس الصوره ممكن تكون مختلفه في شكل التشنجز اللي في البريزم. لكن الايفكت بتاعته مع المصل، الايفكت بتاعته مع البلاد بريشر، الايفكت بتاعته مع الاريثميا هي باراليسيس، تصل الى ساعات برضه ريسبيراتوري فيلير، برضه هيمودايناميك تشنجز. افتكر انا عيان كان من حوالي 25 سنة كده، مركز كده كان بيغسل ومتحضر لزرع، وبعدين كان طفل شوية في الأكل، فكان قاعد في مستشفى عشان هيزرع بعدها بكام يوم كده، فعرفش كان كمية بلح كبيرة أو حاجة زي كده. وبعدين جه اشتكى من نمبرز حوالين بكره والإكس، وبيقول أنا مرشح وشكلي عندي إنفلونزا. فبعد ساعتين ثلاثة كده لقيت دخل كارديك اريثميا. عملوا ريسيتيشن، عرفنا انه عمل غسيل وكلام زي كده، فوجئنا ان هو دايما العيان ده دايما بيبقى هايبر كده. نفس الحكاية لما اجي اعمل ايفالويشن لهايبر كاليميا هي زي ما عملت الهايبر كاليميا بالظبط. وما انساش ان انا الهايبر كاليميا اللي ما فيش معاها اي تشينجز لازم اشوف فيها. لو واحد كان عندي عيان جاي بسيرم بوتاسيوم 8 بعمل له رسم قلب لقيته طبيعي. فبدات اشك في الحكايه. اعدت البوتاسيوم مره ثانيه لقيته طالع طبيعي. في ميديكيشنز كتير اسيت مع هايبركاليميا بخلي بالي منها. البوتاسيوم كونتيننج ميديسنز زي مثلا الكالهيبرين، النسب كلورايد، البيتا ريسبتور بلوكر، الاس انهيبيتورز والاي ار بيز، الهيبرين اللي معاه بوتاسيوم، والهيبرين نفسه حد ذاته بينهبت الالدوستيرون سينثيز، وبالتالي ممكن يقلل الالدوستيرون وممكن يعمل هايبر كاليميا. البوتاسيوم سبيرنج ضروري تتكلم عليها. ما انساش برضه الان سيدز، حتى البوكش 2 انهيبيتورز الان سيدز بيعمل هايبر كاليميا ديفنتلي وفي ناس. الديجيتاليز بيعمل هايبر كاليميا لسه بنناقش حكايه كمان، والسايكلوسبورس لازم ادور في اي عيان هايبركاليميا على هذه الادويه. ايه اللي هيعمل هايبركاليميا؟ حاجه من الاثنين، يا المص قل يا الانتاج زاد. ولو الانتاج زاد والكلى كويسه غالبا ما يحصلش، الا بقى في واحد يعني مش طبيعي. في سودو هايبركاليميا زي ما في سودو هايبوكاليميا.
السودو هايبركاليميا هنتكلم عليها دلوقتي. بس الاول اهم حاجه الحاجات اللي بتفرج المتسكر للسيلز واحنا قلناها في كده قلنا الاسيدوس سبيشال هايبركلوريميك اللي هو نورمال الايم جاب الانسولين ديفيشنسي يعني دايابيتس الهايبركوليستي جلوكوز او مانيتول دراكس قلناهم برضو بيتا بلوكر كاتالونيك امينو اسيد ساكسنايل كولين والديجوكسين الهايبركاليميك بيوريك بايرس. ايه السودو هايبركاليميا؟ السودو هايبركاليميا بتحصل لو حصل هيمولز بره الجسم يعني خدت الدم وواحد واقفين معمل عمال يهزه قلب يخلطه بالسترات ولا غيره. الليكوسايدوزس اللي عملت هايبركاليميا الليكوسايدوزس ممكن تعمل هايبركاليميا لو حصل مورس كيميا للسيلز وبدات تحصل لها ديسنتجريشن تطلع الدسه اللي فيها تعمل هايبركاليميا. سترومبوسايتوزس و بتاخد دم العيان البنت بتاعته مش واضحه فتربط تورنيكيه وتضيقه قوي يحصل اسكيميا وتقول له اعمل اكسرسايز كمان يبدا يخرج الدسه من العضلات والاندوسيديال سيلز وتتملى البلاد اللي انت بتاخده دم بالدسه هو العيان اصلا ما عندوش دسه. خليني تعليق بس على الكيمولسيس. الكيمولسيس هو الوسط قبل الدوز والهايبركاليميا الوسط الواي السامبل عشان اتفادى الواي السامبل ديت ما عملش تورنيكيه زي ما بتقول وبستخدم سمن كبير شويه. والحاجه الثانيه بقول للمعمل لو سمحت ما تقراش عينك المبايظ. ايوه لان لو اقرا عينك المبايظ وطلع لي بوتاسيوم عالي والعيان مات مش هقدر اقول الكيمولسيس السامبل. فبقول له لو سمحت ما تقراش لو لقيت هي مبايظ ما تقراش من عينك ما تقراش تحت. لا هو لو لقى السيره الاصفر المفروض يبقى انكريز توتال بودي بوتاسيوم. ده بيحصل في حالات يا اما انكريز انتيك ودي رير او ديكريز اكسكريشن. انكريز انتيك طول ما الكدني طبيعيه هيخرج مهما كان بوتاسيوم الكدني هتخرج بسرعه الا لو انت بتاخد ادويه تعاكس الكدني. يعني لو واحد بياخد سبانولاكتون او اسرينتو كان كميه كبيره مش هيخرجه. لكن لو واحد طبيعي ما بياخدش اي ادويه والكدني طبيعيه مهما كان من بوتاسيوم الامور هتعدي. الاكثر بقى ان في ديكريز اكسكريشن. الكريز انتيك بيحصل في حالات ان بياخد مثلا بنسلين بجرعه كبيره جدا وجواه بوتاسيوم او الناس اللي هي غاويه تاخد الملح الطبي وهو عنده مشكله يروح ياخد ملح طبي وهو غاوي ملح فبياخد منه كميه كبيره ملح طبي نصه ودسم. او اثناء نقل دم كميات ضخمه جدا من الستورد بلاد البلاد لما بيبقى ستورد بيبدا الدسم يخرج بره السيلز. فخروج الدسم بره السيلز دي يخش في السيرم عندنا ويدخل يعني يعمل مشكله. طبعا الديكريز اكسكريشن هو ان مفيش غير الرينال فيلر. اكيوت او كرونيك رينال فيلير في الكرونيك بالذات لما جي اف ار بينزل تحت ال 10 وبالذات الموت تبقى سيريس قوي لو اقل من كده. الكريز اكسكريشن برضه بيحصل مع حالات انهيار الكويت ديفيشنسي ومع حالات رينال تيوبر ديفكت في الكريز اكسكريشن اللي هي اسمها سودو هايبو هايبوكاليستروليزم. المينرال كوكويد ديفيشنسي بيحصل في الاريزون اللي هو ديستراكشن للسوبرينال جلاند او بعض الدراجز اللي ممكن تعمل انبيشن للالسترون سكريشن زي الاس انهبيتورز وزي الدايسترويدر وزي الهيبرين وزي السايكوسكور. هايبو الدسترونيزم ممكن يبقى هايبرينيميك في الدايابيتس والكونيك انترسينيفايتس او هايبرينيميك ده ريزيستنس للالسترون. انترنسك رينال تيوبر ديفكتس في البوتاسيوم سكريشن حاجه اسمها سودو هايبو الدسترونيزم. ده بيحصل مع المالتوب مايلوما مع الاميلويدوزس مع اللوبس نيفرايتس بعض الحالات مع السيكل سيل ديزيز مع الاوبستراكتيف نيوروباثي ومع الرينال ترانسبلانت ريجكشن في بعض الحالات. طبعا كالعاده زي ما عملنا برضو اول حاجه هنشيك عليها هنشيك لو في حاجه عامله سيل ريديستريبيوشن. الحاجه الثانيه هندور على الاي سي جي تشينجز.
لو في اس جي تشينجز مش موجوده والعيان الدسم بتاعه عالي هشك في سودو هايبو هايبركاليميا. لو عيان عنده سيفير ليوكوسايتوزس يبقى هقول او ثرومبوسايتوزس يبقى ممكن دي تكون سودو هايبركاليميا. الدايتري انتيك اوف بوتاسيوم بيكونتريبيوت الباثوجينز بتاع الهايبركاليميا في البيشنت اللي عنده رينال ديفيكت بس زي ما قلنا قبل كده. عاده لو واحد ما عندوش رينال بروبلم مش هيحصل. الساينز بتاع الهايبركاليميا كارديك ستراكشن كارديك كونفشن ديفيكتس with potential cardiac arrest. يعني يمكن اقول ان كتير من الحالات اللي بيحصل لهم صدمة arrest من الحالات اللي على dialysis بيبقى في الغالب السبب هو الهايبركاليميا. و يعني ما نهملش ان احنا الناس اللي بتخسر ان احنا نعمل لها سيريال تست ميجر. لان انا لو اكتشفت ان العيان ده بيميل ناحيه الهايبركاليميا ممكن بشويه dietary advice امنع الموضوع ده. وخلي العيان ده يعيش يعني حياه افضل. فكتير من الصدم الاسس بتحصل نتيجة الهايبركاليميا. الاس جي تشينجز قلنا بتكوريت بس ذيس كوريشن از 100% وذ ديجري اوف هايبركاليميا. نيورو فاسكولار سيمبتومز زي بيحصل له تنجلينج زي الراجل اللي انا حكيت لكم عليه باراسيزيا ويكنس وممكن يحصل له ايفن بلاس باراس. والراجل ده اشتكى كمان من ايكس. يعني انا فاكر شكوته كويس قوي لان هو قال لي انا عندي حاجه زي انفلونزا داخل عليا كان المفروض انه هيزرع بعد يومين وقال انا خايف تعطلني عن الزراعه هي ساعتين ثلاثه والراجل دخل في كارت الكاريزا اشتكى فعلا من طبعا كنت ايام لسه صغير فما كنتش فاهم ان التنجل من باراسيزيا دي ممكن تكون سببها هايبر كريم والحمد لله لسه ستيت يعني مزرعه الكارت سيستم يوجوالي بتنسيت اذر مانيفستيشن في احيان كتير عشان كده العيان بتاع الهايبركاليميا ممكن يبقى قاعد معاك بيتكلم معاك وفجاه يحصل له صدم بس من غير اي شكوى خالص. بتستبريت الالستيرون والانسولين والجوجابون سكريشن وبتسبريس البلازما رينين اكتيفيتي. بس الحاجات دي طبعا لا مش هعملها. دي علاقه الاس جي بالهايبركاليميا يمكن ده نورمال بدا يحصل ستون تي الفي ويف قلت لما زاد شويه بقى سبعه والفي ار انترفال زادت شويه بعدين بدانا نخش في الـ في الـ في الساين ويف ما عادش انتر ويف وبعدين بقى دخل الفي ويف. في حاله برضه اهي بي تي دي حاله عندي اهي بي تي بس الحاله دي ما كانش عندها هايبركاليميا. ها؟ ولا ينفع. ده كان اتليت. انا طبعا شفت الانجلس انزعجت قست البوتاسيوم طلع طبيعي برضه انزعجت قسته مره ثانيه طلع طبيعي تابعته بالاي سي جي عملت له كارديك انزايمز كله هو نورمال العيان ما بيشتكيش في حاجه وده الباترن بتاعه بس انا جايبه عشان اقول ان هو يعني مش عيب ان انا لما اشوف الباترن ده اخاف من الهايبركاليميا. ده بقى هايبركاليميا تطور قدامي يعني اهو بيك دي وفي شيء دقايق وانا معاه مر بالمراحل دي السيرم بوتاسيوم بتاعه كان 8. طبعا لو العيان عنده اي سي تشينج بتاع الهايبركاليميا انا ببقى مستعجل على العلاج جدا لان ما اضمنش ان العيان ده يحصل له ريسك غير احسن. فالعيان اللي عنده اي جي تشيل بتاع الهايبركاليميا ما اروحش انام واسيبه ابدا. لازم اشتغل معاه بسرعه ولازم اتاكد ان السيرم بوتاسيوم بينزل افيشنت ومش بس عن طريق الحاجات اللي بتدخله جوه السيلز لان الحاجات اللي هتدخله جوه السيلز بسوسته انا هتدور كده هتبقى راجع تاني. هي مساله يمكن دقائق او ساعات هي دي مساله تفرق لحد ما انا اتصرف وانزل البوتاسيوم من الجسم. انا لما اجي اشوف الحاله اول اللي هقول ده محتاج ارجنت تريتمنت ولا لا؟ لو محتاج ارجنت تريتمنت اول حاجه اعملها ادي كالسيوم.
كالسيوم دوبلين امبول او اثنين او ثلاثه ممكن اكرر كل ربع ساعه ادي امبول تاني. ده مش بينزل البوتاسيوم ولا بيدخله السيل. كل اللي بيعمله ان هو بيستابلايز الهارت قدام الهايبركاليميا. ثم احاول اعمل ترانسلوكيشن للبوتاسيوم جوه السيل لحد ما اتصرف. 25 جرام جلوكوز مع 8 وحدات انسولين او 10 وحدات انسولين انترافينس على مدى من ربع ساعه لثلث ساعه. برضه حاجه بتشتغل بسرعه قوي ان انا اديله بايكربونات انترافينس. ولحسن الحظ بقى لو كان جاب معايا كمان اسيلوتك اعالج الاسيلوس كلها. او اديله كمان بيتا ستيبلنت. يمكن انا ببدا بالبيتا ستيبلنت في نفس الوقت اللي بدي. مفيش مانع تقطعي الحاجات دي كلها مع بعضها في نفس الوقت. لان انت بتعمل كل شيء بحيث تودي البوتاسيوم جوه السيلز باقصى سرعه ممكنه عشان تلحق تتصرف. اما التصرف هيكون ايه؟ يا اما انا اقلل البوتاسيوم في الدايت. طبعا مش هيناسب واحد في الارمس ده واحد البوتاسيوم بتاعه عالي شويه ما عندوش انزيم شينجز وانا قلقان عليه بعد كده بقول له ظبط الدايت. او ان انا اوقف الدرايف اللي ممكن يكون عامل هايبر كاليمي او ادي درايف يزود الاكسبريشن بتاع البوتاسيوم زي ليزكس او حتى الصوديوم كلوريد لو واحد عنده صوديوم كلوريد ديفيشنس لو واحد عنده هايبوفوليميا او اديله بوتاسيوم اكسشينج ريزن. الحاجات دي بطيئه جدا يعني البوتاسيوم اكسشينج ريزن عشان يجيب نتيجه في واحد عنده هايبر كاليميا عايز ثلاث اربع ايام عبال ما يبدا يجيب افكت له معنى. الحقيقه اللازكس يمكن يكون اسرع وانا في ناس اشتغلت عليها لازكس مع صلاين يعني بدي صلاين ودي لازكس في نفس الوقت. انا كنت بخيل على الناس اللي بيعملوا كده اقول في حد في الدنيا يدي حاجه وينزلها يعني انا اديله ماده وانزلها بمقدار بس لقيتها بتجيب نتيجه سريعه جدا في الناس اللي بتستجيب. بدي صلاين مع لازكس. برضو لو انا عايز انزل الكالسيوم بسرعه في الناس اللي عندهم هايبر كالسيميك كرايسيس صلاين مع لازكس يكون دول الحاجتين الحقيقه ان هو في بينفيت من اعطاء السلايد مع اللازكس نفسه. ممكن اتابع مساحه حضرتك جود السول جدا ان هم صايم على لازكس. معظم البيشنت بتكون على استهلاك بيكونوا هايبر كوليميك اساسا. لا خلي بالك. حتى بيجي يجف. وممكن ما يستجيبش على لازكس. تمام. لان الواحد لما يكون انفريك او التيت بتاعته يعني وحشه قوي جايز اللازكس ما يجيبش اي نتيجه خالص. اللي هو الام دي ايه؟ هو عاده يا اورال يعني. يعني مع الاورال لازم اعالج السبب وارجع للدايلسيس لو كان العيان عنده رينا. انا عاوز بس اقول نقطه اهم كلمه انا دكتور ناجي في المانجمنت في هايبركاليميا هي كلمه سوستا. يعني ده شورت ليف دي اكشنز لازم اعملها لو خاصه لما اتعامل مع عامل رينا فيلير. المانجمنت في هايبركاليميا هي رينا فيلير في الدايلسيس لكن على ما اشتري وقت بس ما احضر الدايلسيس بدل ميجرز دي. في نقطة تانية للكالسيوم كل حاجة هايبر كاليميا هتاخد كالسيوم عشان بروتكت الهارت ما عدا الجوكسن هايبر كاليميا. لو اديت كالسيوم هموت العيان لان الكالسيوم هيعمل هيزود الارزم. الكالسيوم اكسشينج ريزن في الغالب بيعمل كونستيبيشن عشان كده الافضل ان انا ادي معاه حاجه زي اوزموتيك لاكسيت زي اللاكتيوز او اي حاجه زي كده. طبعا هي مدايس انديكيتد لو كانت هايبر كاليميا سيفير بارتيكولر لو كان بيشنت عنده ايه ما فيه. الهايبوفوسفاتيميا ما هياش كومن معانا في شغلنا في الكدني الا في حالات قليله غالبا تبقى مال نارش كيسز. لكن هي كومن في الناس اللي بتاخد دايوريتك بجرعه كبيره. الناس اللي عندها كرونيك مال نيوتريشن وكرونيك دايريا وبعض حالات الدايبيتك توز لما بتطول فبيحصل فيهم هاي الفوسفاتين دي سيرم فوسفيت اقل من 0.81 مليمول بير ليتر.
ودي الناس اللي عندها الكول يوز واللي عندهم كدني حلس واللي عندهم مالي بريشر. معظمهم اسيمتوماتيك ولكن ممكن يجي لهم ويكنس ولو هي سيفير ممكن العيان يجي له اب تو رابدوميوس. ودي المانيفستيشن او الكوز بتاعت الهايبوستاتيميا اما الناس اللي عندها كدني فوسفيت بيستنج اسكامين او فيتامين دي ديفيشنسي او هايبر باراثيرويديزم او ناس اللي بتاخد اوزموتيك دايوريتكس او ناس اللي بتاخد اللي عندها اونتوجينيك اوستيوماليشيا. ليه يا جماعه الاونتوجينيك اوستيوماليشيا بتبقى هايبوفوسفاتيميا؟ يا جماعه بتوع الفلوس دي هم بنسيهم شويه. ليه الاونتوجينيك بتعمل هايبوفوسفاتيميا؟ عشان ريليز ليه؟ الريفيدنج سيندروم والتريتمنت اوف دايابيتيك دوزز الانسولين والناس اللي عندها هانجري بون سيندروم. هانجري بون سيندروم ده واحد كان عنده هايبر باراثيرويديزم فتره طويله وبعدين راح عمل باراثيرويديكتومي فالبون كان خرجت منه كل المينرالز بتاعته فمجرد ما الاستيمولس اللي كان بيخرج منه البون راحت فالبون رجع حقه تاني من العيان فبيلم الكالسيوم والفوسفيت من جسمه فعنده بوش سيفير هايبوكالسيميا هايبوستاتيميا وحالات ماتت واحنا بنحس عندنا بوست ترانسبلانتيشن يعني بعد لنا الفيلير العيال ما بتحصلش انت زرعت النهارده الفيروس برضه واقف على طول العمل ده برضه ما فيش شويه حاجه بتنزل فانت زرعت كدني كويس الكدني هتعمل بوست والبون بقى خلاص ما عادش لنا فيلير فبيرش كمان طبعا معظم الحالات بتتعالج من تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز لكن احيانا بنلجا الى فوسفيت سبلمنتس هو الموضوع في مصر الوقت ده بقى له سنه كده في محلول في فوسفيت. الورا فوسفيت سبلمنتيشن از بريفير بيكوز ذا ريت اوف هايبوكالسيميا بيحصل مع الفيتامين الفوسفيت. الهايبوفوسفاتيميا بس نقطه بالنسبه للفوسفيت ادمنستريشن اوف كوشس السيفير هايبوفوسفاتيميا اللي هو اقل من واحد هو ده اللي هعالجه برينفر. ليه؟ لان اخاف على الريسبيراتوري ديبريشن وخايف على الهيموليسيس وخايف على الاكيوت مانيفستيشن سيفير هايبوفوسفاتيميا. لكن ما بقاش اجريسيف لان ممكن تقلب بغم. لو اديت فوسفيت بكثره ممكن يبرسيفيت في الكدني ويعمل لي اكيوت سينيال فيلر اكيوت سيفيروس. فبقى كوشس في علاج الهايبوفوسفاتيميا. الهايبرفوسفاتيميا طبعا كومن عندنا في البراكتس الكولونولوجي. معظم الناس اللي عندهم ادفانس سي تي دي الا السيفير اللي مالنرش بيبقى عندهم هايبرفوسفاتيميا. وطبعا لان الدايت عاده تحتوي على كميه فوسفور اكثر بكثير جدا من اللي بتخرج عن طريق الرينا بتسبب في الدايسيس سواء هيمو دايسيس او بيرتنيا دايسيس. علشان كده احنا بنحاول نعمل ديسكريبشن في الدايت بالاضافه ان احنا معظم العيانين بنديهم فوسفيت باينرز. برضه الاوفر يوز او المال براكتس بتاع اليوز اوف 1 الفا لكل العيانين بدون اعتبار لاي شيء من الاشياء موضوع خطير جدا. ناس كتير قوي بيحصل لها فيري هاي فوسفيت ليفل ويتش از انتولرنس بيعمل كالسيفيكيشن في كل حته في الجسم. برضه الهيستوري بسهوله هيبين لي السبب بتاع الهايبر فوسفاتيميا. ليه 1 الفا اكزامبل فوسفيت؟ ليه 1 الفا زود فوسفيت؟ هو ال 1 الفا والفوسفيت بينهم بعض علاقه صعبه شويه. في الهايبر فوسفاتيميا بيبقى في ريزيستنس للبنفيشال اكشنز بتاعته. وعشان كده يستحسن ما يدخلوش الا مظبط الفوسفيت. الحاجه الثانيه هو بيزود الفوسفيت لانه بيعمل زياده الابسوربشن للبلد. مين اللي عمل كده؟ معلش انا هسألك في اسمع يا جماعه تعال اتكلم في البكره.
كل ما الستورج بيزيد كل ما الهايبر كاليه بيزيد، واحنا بنحب الفريش بلاد. اي عيان خايف عليه هايبر كاليميا اديله بلاد في خلال 5 ايام، اكتر من كده في دينجر ان هو بنقله الدسم. تمام، لو هو بقى محتاج دايلس يعمل دايلس. لا لو عيان دسم بتاعه 6 فازل ايه يخليها في ستارز، حتى لو هيستفيد منهم اي فايده. بوتاسيوم فوق 6 هنزل ايه يخليها في بيز، انزل البوتاسيوم الاول وابقى البوتاسيوم بتاعي تحت ال 4.5 وبعدين اتفاهم. ادي بقى ده ما اضطرش لان الكومبينيشن ده هيحسن الموضوع. بالعكس الكومبينيشن بتاع الاس والارض مع السايزايز احيانا بيورث الكيد فانكشن، ورث الكيد فانكشن ممكن يبقى معاه الانتشن ما نسمع يعني هو مهم قوي حته الهايبوكاليميا ممكن تقعد تعالج فيها وتلاقي مفيش استجابه، ففي الحالات اللي زي دي لازم ابص على المغنيسيوم لان هو من الاسباب لو في هايبوماغنيسيميا عندي تخلي في ريزيستنت للتريتمنت بتاع الهايبوكاليميا. بس دي نقطه غير كانت مهمه جدا يعني. هو السؤال بقى ليه الريزيستنت هايبوماغنيسيميا ما بيعملش كاليميا عن طريق ان هو بيعمل ساحب للانسولين، فلازم اصلح والهايبر كالسيميا هيعمل هايبر كالسيميا عيفة. بس عايز يعني بعض الحالات السيفير هايبر كاليميا بتحصل فيها ديسيجن تو دايلس اثناء تركيب الكاتيتر بيحصل ارست لكل جدول مثلا في 7-8. فهل ممكن نقول في ريكومنديشن او سوجيشن ان السيفير هايبر كاليميا اللي خدنا فيها ديسيجن دايلسيس ركبه فيمورال الاول بعد كده يبقى ستيبل بعد كده يبقى سنترال؟ مش عارف انا عندي الاجابه اسمها الفيمورال سيفي البوزيشن اللي موجود فيها في الصغير ان انا انت ممكن تبقى انت في مكان مفيش فيه دايلس يونت لسه وعلى معاني فعل الدايلس يونت وحصلت معانا من كام شهر عيانه وان انا الاستقبال مش عيانه اروح المكان اللي استقبال لغايه في النهايه انتهت فما بنسيبش هايبر كاليميا وزياره تانيه. انا ببدا وما انساش كلمه سوستر دكتور ناجي قال عليها ان انا شورت ليفد اكشنز اديه لغايه ما الجلسه يبقى جاهز. فانت هنا لو انت خايف على البيشنت وفي تايم انت كونسيوم على ما تبدا الدايلسيس ابدا الان هايبر كاليميا ميشرز وبعد كده اعمل الدايلسيس. هي الفكره اللي احمد بيقولها، هل الهايبر كاليميا بيزود الكارديكابيليتي قدام جاد واير ولا لا؟ انا مش عارف اللي جاب لكن هو ممكن يكون مش من الجاد واير. لا ممكن يكون مش من الجاد واير، ده ممكن يكون الارست حصل الاستريس نفسه ممكن يحصل ريليز البوتاسيوم اكثر وانت بتشتغل. لا انا عاوز اقول نقطه في القصه دي يعني انت بتصور جهاز بتركب الجاي واير في الغالب انت بتركبه في مكان ما هوش فين مش مونيتور يبقى مفيش مونيتور ده مشكله كبيره. المفروض انت فاكر سنتر لاين يبقى في مونيتور وانت بتبص على الاي سي جي لان ده جارد اجينست سيف جارد اجينست الاريزمي لان حتى لو مش نفس الكلمه ممكن الجاي واير يبقى سيبتين تجربه كامبيليشن فهو المستحسن اللي هو عامله يبقى كان في مونيتور مفيش مونيتور في القصه بقى تبقى مشكله. كلهم بيشتغلوا نفس الجو التربيتامين والسلبي تامور والالبيترول
اسمكم جميعا طبعا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لاستاذ الفاضل الاستاذ طولة العبادي طبعا اسئله اليوم النهارده، وان شاء الله هيبقى لقاء احنا الاثنين برضه هنكمل اسئله بيزنس سيرفيس ان شاء الله يوم 30 مايو باذن الله. شكرا.